قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن زلزالا بقوة 4.8 درجة ضرب الأردن وسوريا في ساعة متأخرة من مساء اليوم الاثنين وشعر به كذلك السكان في كلا البلدين وفي لبنان. وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات. وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء سانا إن مركز الزلزال قرب مدينة حماة. رئيس مرصد الزلزال الأردني غسان سويدان قال إن منطقة شمال سوريا تعرضت لثلاث زلازل ارتدادية. وأكد سويدان أن الزلزال الكبير الذي شعر به سكان شمال المملكة وقع على عمق قليل ويعتبر من الزلازل المحسوسة، ولكن مركز وقوعه بعيد وليس مقلقا للأردنيين. هو الزلزال الكبير الرئيس اللي حصل اللي هو كانت قوته تقريبا بعد التحليل المعمق 5.2 بالعشرة، هو اعتبار زلزال قوي محسوس، ولكن إن شاء الله ليس من الزلازل المدمرة كما حصل بتركيا السنة الفائتة. سبق هذا الزلزال الكبير الساعة 9:30 يعني الساعة 18:30 دقيقة بتوقيت غرينتش، زلزال قوة 3.9 بالعشرة. سبق هذا الزلزال الكبير، وهذا مؤشر إيجابي مش دائما بيحصل معنا إنه ما قبل الزلزال يكون في زلزال قد يكون محسوس إلى حد ما. هزة أرضية بحلب بس ما بعرف يعني ما كتير قوي، هزة التريا بس خرج يكون الهزة يعني تكمل ولا راح توقف؟ الله يستر من هالشي. الساعة 12 بالليل من قلب حلب. نذهب مباشرة إلى الأردن حيث ينضم إلينا مدير مكتب الحدث الزميل عماد العضايلة. عماد مرحبا بك، ألف حمد لله على السلامة. كيف هي إذن التداعيات والآثار؟ كل الفيديوهات التي وصلتنا تقلل ربما من حجم هذه الضربة الزلزالية بدرجة 4.8 من عشرة تقريبا 5، وبالتالي الآن كيف هم الناس؟ كيف هي الإجراءات؟ هل استدعى تدخل للدفاع المدني أو غيره أو إخلاء أم لا؟ نعم، الفيديوهات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي هي من منطقة من سوريا، من شمال سوريا تحديدا في حماة. في الأردن هنا شعر بعض سكان شمال الأردن بهزة بسيطة وخفيفة لم تذكر، يعني حتى أن عندما اتصلنا مع الأشخاص أو مع أشخاص متواجدين في شمال المملكة قالوا أنهم شعروا بها لكنها بشكل خفيف جدا. مرصد الزلزال الأردني قال إن منطقة شمال سوريا هي التي تعرضت لعدة زلازل ارتدادية، كانت الأولى في الساعة 9:30، ومن ثم هناك هزة ارتدادية كانت في الساعة 11:30 بتوقيت عمان و55 دقيقة. هذه الهزة التي سجلت بقوة كانت 5.2، وهي الأقوى التي شعر بها سكان الأردن بعض سكان في مناطق الشمال. وكما تعلم المنطقة بعيدة عن أو مركز الذي حصلت فيه الهزة يبعد عن عمان حوالي 350 كيلومتر. فلذلك يعني الشعور بالهزة كان بشكل خفيف وبشكل بسيط جدا، حتى أن بعض يعني السكان قالوا إنها هزة خفيفة جدا لم يشعر بها إلا من كان متواجدا داخل البيوت. نعم نعم، كل المناطق هنالك تفاوت درجات رغم أنها كما ذكرت أنت أنها قليلة أو خفيفة، هل تفاوتت في الأردن من منطقة إلى أخرى مثلا المناطق الحدودية المتاخمة؟ يعني
بكل تأكيد حسب بعد المنطقة عن مركز الزلزال الذي يبعد 350 كيلو متر كما تحدثنا عن العاصمة عمان، لكن من شعر بهذه الهزة هم الذين على المناطق أو المناطق التي على الحدود الأردنية السورية وهم في شمال الأردن، لذلك لم يتأثر يعني بمناطق عمان لم تتأثر بشكل كبير جدا. المناطق التي تأثرت كما تحدثنا هي مناطق الشمال، منطقة إربد والمفرق والرمثة، كانت هناك بعض يعني كما تحدثنا أن بعض سكان هذه المناطق شعروا بهزة خفيفة لم تذكر، ولم يتم استدعاء أيضا كما تحدث أن يكون هناك استدعاء للدفاع المدني أو هناك أي استنفار، لأن مركز الزلزال الأردني طمأن الأردنيين بأن هذا الزلزال يبعد كثيرا عن أو مركزه يبعد عن الأردن ويبعد عن حوالي 350 كيلومتر، فلذلك الهزة بعيدة، وبالتالي لن يكون هناك أي تأثير لهذه الهزة. ربما سيكون هناك لا سمح الله هزات ارتدادية. يعني كنت أود أن أزعل عن ذلك عماد، هل حذر مركز الزلازل المختص في الأردن من حذر الناس من احتمالية أو رجاحة هزات ارتدادية؟ لم يتم التحذير بشكل مباشر، لكن قال إن هذه أو هذا الهزة التي كانت بقوة 5.2 هي الأقوى، ربما سيكون هناك لها هزات ارتدادية. عندما تحدثنا مع مسؤولين في مركز الزلزال الأردني وأيضا مسؤولين من في الأردن قالوا إن ربما سيكون هناك هزات ارتدادية أخرى، لكن لبعد المركز الرئيسي للهزة الأولى وهي في منطقة حماة شمال سوريا ستكون خفيفة إن كان هناك أي هزات ارتدادية. من العاصمة الأردنية عمان مدير مكتب الحدث الزميل عماد العضايلة، أشكرك على كل هذه الإحاطات والتفاصيل. نبقى في ذات السياق، نذهب إلى لبنان من بيروت الكاتب الصحفي الأستاذ توني بولوس، ومن الريحانية جنوب تركيا ينضم إلينا الكاتب الصحفي مصطفى النعيمي. مرحبا بكم، أبدأ معك أستاذ توني لتلخص لنا لو تجمل لنا كيف شعر الناس في 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 لبنان وفي العاصمة بيروت تحديدا بهذه الهزة. يعني سمعنا أخبار أنها أثارت الرعب قليلا، ولكن هل من أثار أخرى لا سمح الله؟ مساء الخير. يعني في الواقع عند منتصف الليل تماما شعر سكان لبنان بهزة ارتدادية لزلزال مركزه في مدينة حماة في دمشق قرب يعني العاصمة السورية دمشق، ووصل ارتداده إلى لبنان. طبعا كان هناك حالات زعر كبيرة في لبنان. في بداية الأمر اختلط على المواطنين قضية الفرق بين جدار الصوت وال الذي اعتدنا عليه في الأيام الماضية والهزة التي حصلت، يعني وكان هناك اختلاط على المواطنين مباشرة، خاصة في بيروت وطرابلس هرع المواطنون إلى الشوارع خوفا من أن يكون هناك زلزال يعني أو هزة كبيرة أخرى يعني تأتي. ويعني بقيت يعني ما درجة الشعور، فقط يعني هزة ارتجاج في الأثاثات في المباني أم لا تحطم زجاج مثلا أو غيره؟ يعني لم يسجل يعني عمليا سوى بعض المنازل. يعني في بيروت سجل عدد منازل وقعت يعني بعض أجزاء من سقفها وغيره، حوادث قليلة يعني بعض البيوت يعني هي في الواقع يعني ضعيفة البنى التحتية، وبالتالي تعرضت لبعض سقوط من أجزائها من أجزاء سقفها وغيره. ولكن حسب المرصد الزلزالي في لبنان الهزة الارتدادية وصلت لبنان بتقريبا 4.1 درجة، يعني المركز الرئيسي 5.5 في قرب دمشق، نعم، في لبنان 4.1. طبعا كان هناك تحذيرات انه ربما في الساعات المقبله سوف تسجل هزات ارتداديه، وهذا امر طبيعي عندما يحصل اي زلزال، ولكن الهزات الارتداديه اللاحقه لا تاتي يعني بنفس المستوى، تاتي عاده بمستوى اقل. نعم، حذرت يعني كان تحذير فقط يعني دون ان يكون هناك داعي لهلع كبير او للخوف من هذه الهزه، لان الهزه الاساسيه حصلت ولم تكن يعني كبيرة جدا بشكل يدعو إلى القلق والخوف.
نعم، يعني الناس معذورون استاذ توني في بيروت وفي لبنان، يعني لانهم في حاله ترقب ايضا، يمكن ان يتوقع اي شيء، يعني قد يفسر البعض انها ضربه ربما لانها تحدث ربما نفس الازيز والدوي وغيره. ابقى معي وايضا الزميل الصحفي مصطفى النعيمي من الريحانيه، لان سوريا هي الاكثر تاثرا. دعوني اذهب الى مراسل الحدث من ادلب الزميل محمد الاشقر. محمد، مرحبا بك مباشره اليك، حول الآثار وكيفية الوضع، خاصة أن الزلزال كان مركزه حماة. نعم، يعني حقيقة هذا الزلزال ضرب محافظة حماة وتحديدا بالقرب من مدينة السلمية التي تقع جنوب شرق حماة وتبعد عن مركز المحافظة حوالي 40 كيلومتر. بحسب مراكز الزلازل تحدثوا بأن قوة هذا الزلزال كانت 5.5 ريختر. تأثرت به عدة مناطق سورية وشعر بهذا الزلزال عدة أهالي عدة مناطق سورية. تناقلت وسائل إعلام صورا للأهالي في عدة مدن ومحافظات سورية، كانوا هؤلاء الأهالي قد فروا من المنازل باتجاه الشوارع، وتحديدا في مدينة اللاذقية ومدينة حماة وريفها مركز هذا الزلزال. وأيضا الأهالي في مدينة حلب فروا إلى الشوارع وصولا إلى العاصمة السورية دمشق، حيث بثت أيضا بعض الصفحات الإعلامية صورا للأهالي في الشوارع خوفا من تكرار هذه الهزات، خصوصا أن هذه الهزة القوية تلاها عدة هزات ارتدادية. طبعا تركزت أقوى هزة ارتدادية بريف حمص وتحديدا في منطقة الحولة، حيث تخطت شدة هذه الهزة الارتدادية مقياس شدتها 4 ريختر، فيما يعني تفاوتت قوة باقي الهزات الارتدادية ووصلت إلى 2 ريختر. ومن المتوقع أيضا بحسب خبراء الزلازل أن تستمر هذه الهزات الارتدادية. أيضا تحدثت وسائل إعلامية عن سقوط 25 إصابة، أصيبوا بجروح خفيفة ومتوسطة جراء حالة الهلع والخوف ومحاولتهم الهروب عقب الهزة الأرضية، وتم نقلهم إلى مشفى السلمية الوطني بريف حماة. هل من أرقام يعني؟ هل من أرقام؟ نعم، هذه هناك 25 إصابة تم الحديث عنها بحسب إعلام سوري غير رسمي، تحدثوا نقلا عن مدير صحة حماة الدكتور ماهر يونس الذي تحدث عن إصابة 25 شخصا بجروح خفيفة ومتوسطة جراء حالة الهلع والخوف ومحاولتهم الهروب عقب الهزة. نعم، إذن لا حديث عن تهدم أو انجراف لأي من المباني. نعلم أنه طبعا بسبب الحرب، يعني ربما البنى التحتية حتى. يبدو أننا فقدنا الزميل محمد الأشقر، شكرا على كل ما تفضلت به من معلومات. أذهب مباشرة إلى الريحانية جنوب تركيا مع الكاتب الصحفي مصطفى النعيمي. مرحبا بك، كيف تأثر الجنوب التركي باعتبار أنه متاخم أيضا حدوديا لمركز الزلزال في حماة؟ تحياتي لك أستاذ الكريم والسادة المشاهدين الكرام. نعم، لا شك أن هنالك حالة من الهلع الكبير لا رافقت الهزة الارتدادية الأولى والتي بلغت يعني في مركزها مركز حماة كما أشار قبل قليل مراسلكم 5.5 درجات على مقياس ريختر. لكن المخاطر ربما هي الأكبر. السبب الرئيسي في ذلك أنها كانت قريبة من قشرة الأرض، نتحدث عن 10 كيلومترات فقط، وبالتالي هنالك الكثير من المباني التي يعني عندما نتحدث عن المباني الطابقية لأكثر من 4 إلى 5 طوابق شعروا فيها بشكل كبير. يعني أنا الآن في البيت في منزلي الطابق الرابع شعرنا بها بشكل كبير، وخلفي هذه المكتبة. كيف يعني؟ وصف لنا باعتبارك شاهد عيان الآن، يعني ما الذي حدث لكي نقيم أن الشعور بالهزة في هذه المنطقة كان كبيرا؟ جدران اهتزت أم لا، سقطت ربما بعض الأواني والأثاث بداخل المنزل؟ نعم، لحظة حصول الهزة الارتدادية كنت على جهاز اللابتوب وأنا أعمل أحد التقارير الخبرية، وتحركت جهاز اللابتوب وأيضا المكتب الذي جالس عليه، إضافة المكتبة خلفي كانت تتحرك وبشكل سريع جدا، مما استدعاني مباشرة إلى طلب الأسرة من أجل الخروج من المنزل. وبنفس التوقيت رافقت ذلك من خلال الناس المتواجدين في الشارع، الكثير من الناس نزلوا إلى الشارع
وبدأ يعني الأصوات تتعالى من حيث عدد الناس الذين وصلوا إلى الشارع، كذلك أيضا سيارات. هنا أتحدث عن السيارات المدنية وليس سيارات الإسعاف أو سيارات الإنقاذ أو غيره. لم يحصل هنالك أي من الانهيارات في هذه المنطقة، لكن ما رافق هذه الهزة الارتدادية، نتحدث عن هزات ارتدادية متتالية في سوريا 4 هزات، كذلك أيضا ما قبل الهزة الكبيرة التي بلغت 5.5 كان هنالك هزتين متتاليتين، وعلى مدار أقل من نصف ساعة من حصول الهزة في الساعة 11:58 تقريبا كان هنالك هزتين متتاليتين في نصف الساعة التي سبقتها، بلغت شدتها قرابة 2 إلى 2.2 في ولاية كهرمان مرعش التي كانت هي أيضا مركز الهزة الأرضية، عفوا الزلزال السابق الذي ضرب تركيا، مع فارق القوة طبعا بين الزلزالين. نعم. فبالتالي هذه المؤشرات بات الناس وأنا منهم أيضا الكل يخشى أن يكون هناك هزات ارتدادية ما بعد هذه الهزة، وبالتالي هنالك كبار السن، يعني قبل قليل عينت من خلال تحركاتي في الشوارع الرئيسية الكثير من كبار السن وصلوا إلى الشارع أو بقوا في الشارع ينتظرون ربما قد تهدأ هذه الهزات، لكن ومع تزامن هذه الهزات طبعا نتحدث قبل قرابة 25 دقيقة من الآن كانت هنالك هزات ارتدادية أيضا في كهرمان مرعش، هزتين متتاليتين بلغت قوتها 2.2 على مقياس ريختر، وأيضا كانت قريبة من قشرة سطح الأرض، يعني قرابة 12 كيلومتر إلى 15 كيلومتر، فبالتالي هذه خطرة جدا على المباني وخاصة السكان المباني الطابقية أتحدث، وهنالك الكثير من المباني في يعني في المدن التركية يعني تبلغ ارتفاعاتها ما بين 5 طوابق إلى 6 طوابق، بالتالي هنالك مخاطر ربما قد تكون فيما لو استمرت هذه الهزات، وكانت مركزها طبعا هنا أتحدث لو انتقل هذا الشرخ باتجاه شرخ الزلزال باتجاه الداخل التركي، لا سيما وأن مركزه أو الطريق الواصل هو من حماة باتجاه كهرمان مرعش، هذا الخط الزلزالي الذي نتحدث عنه. نعم أستاذ بولس، باختصار يعني لبنان في وضع استثنائي والمنطقة أصبحت تشهد هكذا زلازل، هل تعتقد أنه يمتلك من الإمكانيات ما يكفي للتعاطي لا قدر الله مع أي نوع من هذه الكوارث الطبيعية، إن كنا من الرصد والمتابعة وتحذير الناس أو حتى ربما التعاطي ما بعد ذلك باختصار؟ يعني بكل أسف يعني لبنان يواجه الكثير من المشاكل يعني، والمواطنين يعني في حالة قلق شديد. هذا الزلزال الذي حصل وارتداداته على لبنان كانت أيضا أثارت المخاوف لدى اللبنانيين، وكما أشرنا بالفيديوهات ورأينا أن أعداد كبير منهم نزل إلى الشوارع. طبعا لبنان يعاني من أزمة اقتصادية كارثية في كل القطاعات، وبكل تأكيد البات الجميع على أنه غير جاهز لأي كارثة تحصل لا على المستوى الاستشفائي ولا على مستوى إدارة الأزمة والكوارث، في ظل التردي الكبير في دور الدولة وخدماتها وإمكانيتها إنقاذ وإغاثة المواطنين. نعم، نتمنى السلامة بالطبع للبنان ولسوريا ولكل الدول التي أصابها هذا الزلزال. من بيروت الكاتب الصحفي الأستاذ توني بولس، ومن الريحانية جنوب تركيا الكاتب الصحفي مصطفى النعيم، شكرا لكما. العالم كله نزلت، عم ببعتلكم فيديو من قلب الحدث، مش بس أنا طلعت هربانة، كمان العالم ليكون خاطئ.